يا دين ام مريم 28. اني عيني ام عمر عامله هنا اشتغل لان ما عندي لا عندي معين لا عندي احد يصرف عليه ورجلي معتقل. قاعد على عيش الجهال ولادي. شو اسوي ما بيدي كل شيء. لا عندي راتب، لا عندي بيت، لا عندي كل شيء الحمد لله والشكر. جاهزه اشتغل بيومي هم 2:30 باليوم. باليوم 2:30 اشتغل عيش جهالي من ينطيني. شيء احمل طحين، احمل غذائيه، كل شيء كل شغله اشتغلته والله يا وليدي، ما خلي شغله ما اشتغلته. حتى لايلون الم وابيع، حتى لايلون والله العظيم حتى حديد الم وابيع، قواطي كل شيء ما خليت اي شغله كلها اشتغلتها، ما خليت يعني ما خليت، شو اقول لك ما اعرف. حتى عمال اشتغلت بها العماره صحيح، والله العظيم اشتغلت اقدر هسه اجيب لك التسجيل مالي اشتغلت عماله، والله العظيم بيئه تنظيف، تنظيف مال البيت مال العماره. شو اسوي هاي تعب، شلون مو تعب؟ تعب وليدي تعب، هاي ظهري هسه كله يوجعني، حتى والله العظيم بالليل من انام الساعة كلها توجع، هسه رقبت كلها مليشة فردنة، بس شو اسوي؟ على عيشتي. لازم اضطر لازم اشتغل لازم، لأن ما عندي معين يا ابن الحلال. حتى من يجي الطحين انا اقوم انزل وياهم لان ماكو لازم انا بكروتي لازم اشتغل معي. ما اقدر على مود الفلوس اللي احصلها للجهه شو اسوي يا ابن الحلال. اطالب والله براتب لا كل شيء ما عندي لا راتب لا قاع لا كل شيء حتى عيشه ما عندي غرفتي فارغه غير رحمه الله عندي.